حياتك عندهم متابعين أكتر بكتير؟ لا، لأنه هاي الحقيقة. أكيد. إزاي هاي الحقيقة؟ يعني أنت ما بتستنيش إنه الأرقام دي تزيد؟ هيدي أرقام طبيعية على فكرة، يعني مش حاطين لا ولا دواء كيميائي ولا شيء لحتى تكبر، ولا دفعين حقها دولارات. ف ومنافساتك أعلى، والدليل إنه أنا هيدا الحديث اللي عم بحكيه صح، إنه أنا اليوم موجودة معك بالحلقة. وجودي معك بالحلقة بأكد نجوميتي اللي ما بتتطلب شراية فولوورز. أكيد إحنا مش بنعترض على نجوميتك، بس بنقول إنه درجات، يعني النجومية درجات. وأكيد الفولوورز على تويتر، الفانز على فيسبوك بيقولوا حاجة عن الدرجات دي، عشان كده مايا اختارت تتجاهلها أو ما تعترفش بيها. أبداً، لأنه أنا بسمع كل اللي بيتقال وبجاوب على اللي أنا بدي إياه. يقولوا اللي هم شفناكي لابسة فستان قصير وعليه حجاب، يمكن أنت كان قصدك تثيري جدل، بس في ناس تانية فهموا أن أنت بتستهيني بالحجاب وأخدوها أنها إهانة للحجاب. أنا بعترض أنا على هذا الموضوع، لأنه للأسف الشديد على قد ما بتتطوري وبتتقدمي بحياتك، على قد ما بتلاقي أنه في ناس عندها نفسية تكسر وتقهر وتقول الأشياء البشعة عن الشخص الناجح. ده موجود أكيد 100%. أنا ما اعترضت، عم بعترض ب step by step. هيدا منه حجاب، هيدا للناس بعتذر أن أقول أنه لما بنحكي قبل ما نعرف مشكلة، ومشكلة إلها علاقة بالجهل. بليز، هيدا احتراماً، لأنه الموضوع إله علاقة بالدين، عم جاوب احتراماً للدين، عم جاوب أنه هيدا منه حجاب. هيدا it's a headpiece لدولتشي أند غابانا للرنوي 2014 تبعهم بميلانو وقت عملوا الدفيلة. هيدا it's a piece بيحطوها المحاربين، مش المصارعين، المحاربين القدامى. وهي headpiece للمحاربة، والدليل انه هيدا الشعر بيظهر منه، انا كنت مظهره شعري من قدام ومن ورا. فما له ولا اي علاقه بالحجاب، لا من قريب ولا من بعيد. هيدا اولا. ثانيا، انا الصوره اللي شفتها تقريبا ما كانش باين منها شعر خالص. لا، في شعر. بليز حطوا الصوره وشوفوا انه في شعر. هلا انت اللي شفتيها كانت فيس، لازم تشوفي انا كنت على مسرح ستار اكاديمي عم غني، لازم تشوفيني شعري نازل منه للوريور هاد، يعني ووريور هاد. بس الخبريه انه تاني شغلة، هيدا الموضوع اللي منقرب على الدين ومنعتبر انه نحنا بهاي الطريقة لقطنا مايا دياب. بقول وبكرر انه اصلا غطاء الرأس اذا بدنا نحكي دين ليس حكرا على المسلمين. فليه اعتبروها انه اهانة؟ اكيد، عشان كده ما قلتلكيش اعتبروها اهانة للاسلام، قلتلك اعتبروها اهانة للحجاب. هو الحجاب، احنا بنتكلم كلمة حجاب هي للمسلمين، مع احترامنا جدا للمسلمين وللدين. لا، وفي مسيحيين من زمان قديم قوي بيحتشموا، كانوا لسه ولحد دلوقتي، والعذراء مريم بيقال انه كانت والراهبات بتحتشم بالظبط، وكل العالم. مش رح نفتح مواضيع دينيه. انا جاوبت على هذا الموضوع بس لنوقف هذا الموضوع بمحله، لانه ما له علاقه. تبعتي حمله الهجوم الفظيعه اللي حصلت عليكي؟ لا، انا سمعت اول يوم كلمه، عرفت انه للاسف الاونلاين على قد ما هو مفيد على قد ما هو غير مفيد، لانه يتناقلوا الخبر بثانية بدون حتى ما يتأكدوا من صحته. بس أنا ما بدي كمان أنكر أنه في صحافة راحت وقالت يا جماعة هيدا warrior piece نحط على fashion show، يعني it has nothing to do with الحجاب. فأنا يعني بررت موقفي واللي قلتي. سمعنا أنك خطفت نجوم. شو يعني؟ راغب علامة، أيه، كل حفلاته كانت مع هيفاء وهبي، دلوقتي كل حفلاته أو كتير جداً من حفلاته بقت مع مايا دياب. أقولك أنا خطفت نجوم؟ خطفت نجوم يا مايا. يعني إذا هيك برافو علي. لا أكيد برافو إنه موافقة، أنا خطفت نجوم وبتكون حفلاتي معه وهو ده. أوكي، قلتي أنا وهيفا ما بنشبهش بعض أبداً، علشان كده ما فيش بينا غيرة. إزاي ما بتشبهوش بعض؟ أكيد ما بنشبه بعض. إزاي ما بتشبهوش بعض؟ نشبه بعض؟ أكيد. إنه بتقدموا نفس الفن، مش الشكل. لا، الشبه الناس بيتكلموا عن الشكل، مش لازم يكون الشبه شكل. لا، بس الناس بتتكلم عن الشكل. الشبه في نوع الفن اللي بتقدموه، الطريقة اللي بتقدموه بيها. أوكي. ده أنت مش شايفاه شبه؟ لا، ده شبه، بس هيدا حالة فن وده ما بيفرضش حالة غيرة؟
مش عندي. يعني انه علشان مايا شعرها بلوند وهيفا شعرها اسود يبقى مايا وهيفا ما بيشبهوش بعض؟ انا برايي ما بنشبه بعض ولا بالفن، نفس المدرسه نفس ال... لا ما بنشبه بعض، مش نفس نوعيه الفن اللي بتقدموها. انا بقول لا. انت بتقولي مش لا. مش عم سالين تجاوب طبعا جوابي اللي نفس بعد نوعيه فضل. الفن. سمعتي الإشاعة اللي اتنقلت اللي اتقال فيها إنه مايا دياب ظهرت في برنامج لبناني وقالت إنه أنا اتحرش بيا سواق تاكسي، بعد كده اتضح مش أنا إنه نيكول سابا هي اللي قالت ده. ما استغربتيش؟ ما حسيتيش وقتها إنه للدرجة دي الجمهور ما بيفرقش بينكو أو بيخلط بينكو؟ لا ما كانش كده. حدا كتب، ما ها هيدي هي الأغلاط اللي بتصير بالصحافة اليوم على السوشيال ميديا، لما أي حد بيكتب غلطة وبتصير يكتب أي حاجة غلط تتنقل بسرعة البرق، لأنه نحن أوبن هالقد على السوشيال ميديا والموضوع بينتقل بثواني. اللي تقال بعد كده إنه للدرجة دي الناس مش مفرقة بين مايا دياب وبين نيكول سابا. ما بعلق أهول المواضيع أنا. لا ما بعلق. قلبك مش ميت ولا إيه؟ أنا؟ أنت بتحدد بآخر الحلقة. أنا بقول قلبك ميت بس لحد دلوقتي لا. أنت اللي بدك. سمعتك بتقولي تعليقا على فستان لبستيه في عرض معين لماركة مجوهرات، كنت واقحة اني لبسته وشلتي صورة الفستان من على انستغرام تاني يوم. الكلام صح المرة دي؟ مظبوط صح. ايه الفرق بين الفستان ده وبين كل لبس مايا دياب؟ لا انا لبسي انا بقتنع فيه كومبليتلي. طب ليه شلتي صورة الفستان ده وليه قلتي كده؟ لانه انا مقتنعة اني اشيل الصورة صراحة. ما كنتيش مقتنعة بالفستان؟ بلا بس ما كنت بعرف نتيجته بعد التصوير. ضايقتي من اللي اتقال بعدها؟ اكيد اكيد. لا بتعرفي ليه ضايقت؟ لانه انا منه قنعني، يعني انا ما كان هيدي النتيجه اللي انا بدي اياها، فاكيد قلت سوري. وهيدا دليل انه انا اذا حسيت بشي ما بيرضيني وما بيرضي الناس اللي بحبوني بقول سوري. ليه لا؟ بالعكس واعتذرت على التلفزيون قدام كل الناس. حسيتي بايه بتصريحات الصحافه؟ يعني انا ما بحس عنوان زي ما بحس بتصريحات الصحافه. يعني هيدا بتعرفي شيء احلى شيء لما بتبني الحيطه اللي هي بتشيل عنك كل حاجه ممكن تحسي فيها من كلام الناس. الحيطه موجوده ما بتهتميش بالنقد ايا كانت اشكاله. انا بيوصل لي الخبر ومش ضروري يكون قريته المكتب بتاعي، واي حد موجود معايا ممكن يقول لي مايا اتقال كده فنعرف خلاص الفكره وصلت لي وبس. وبتصرف على اساسها. لو انا مقتنعه ان انا اعمل حاجه بالرد ما بتهتميش أبد بالصوت. انا ريرلي برد. يعني مثل دلوقتي اتكلمتي عن الحجاب كان المفروض ان انا اجاوب عشان انا بجد مش عايزه الموضوع ياخد مجرى دين فيه طبعا. والفستان انا عملت كده. سمعتي تامر امين تعليقا على احد فساتينك لما قال انه جمال والابهار